وخر ثاني شوي 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 الحمد لله اليوم تشرفنا بتدشين الخط البحري ما بين طرابلس جرجيس. هذه المحطة البحرية التي كانت متوقفة من أكثر من 11 سنة الآن فضل رجال مصلحة المواني وكذلك الأخوة ببلدية طرابلس والجوازات والداخلية ومصلحة الجمارك اليوم أصبح الحلم حقيقة، وبدأنا اليوم في تدشين الخط البحري لجرجيس، واللي نتعملوا لنا احنا نكملوا او نفتتحوا عدد من الخطوط الاخرى سواء كان في المواني التونسيه او في مواني البحر المتوسط، وهذا في سبيل رفع المعاناه على المواطن الليبي وفي نفس الوقت زياده التبادل التجاري مع دول المنطقه، لان هذا يساهم في استقرار ليبيا ان شاء الله باذن الله تعالى. فيش عدا أمور، احنا في كان توافق وفي تعاون وفي الاحترام متبادل. ليبيا احنا الشعب الليبي شعب شقيق، والتواصل مع الشعب الليبي حاجة طبيعية، وهذا يعني على مر التاريخ احنا ديما في تواصل. تشوف تونس معناتها ديما مفتوحة للأخوة الليبيين، وهذه بلادهم كما احنا زاد موجودين في ليبيا في بلادنا، وهذا تعكسوا علاقات التاريخية والروابط الأخوية، وزاد حرص يعني السلطات العليا في البلدين على ترجمة الروابط هذه كل. فاليوم خطوة من الخطوات اللي تزيد تقرب أكثر وتزيد تسهل وتعطي فرص أكثر للنقل والتنقل المواطني البلدين، وإن شاء الله يعني في المستقبل تتلوها خطوات أكثر، لأنه يعني إحنا الهدف متاعنا هو تعزيز الشراكة مع ليبيا، لأن ليبيا معناتها شريك استراتيجي لتونس، وتونس كذلك مهمة برشا بالنسبة لليبيا، مهمة بالنسبة لإعادة الاستقرار في ليبيا وإعادة النشاط الطبيعي باش ليبيا ترجع للمجموعة الدولية وتكون يعني في محيطها يعني منفتحة، ويكون تواصل معناتها عميق. يعني فما جهود، يعني مشكورين، فما جهود لإعادة التهيئة. تبقى الجوانب الفنية أنا ما نجمش ندخل فيها، يعرفها الفنيين أكثر مني، لكن في معناتها محطة أصبحت لائقة ويعني سلسة في الدخول والخروج بتاع السيارات، وأكيد راهو الفنيين أخذوا الاحتياطات الكل المطلوبة والاحتياطات الفنية والأمنية، هذه أنا ما معناتها الفنيين يعرفوها أكثر منا، لكن أهم شيء هو الرمزية أنه المحطة ترجع تشتغل، وهذا انفتاح لطرابلس على البحر المتوسط وعلى محيطها من جهة البحرية. الحمد لله اليوم إن شاء الله يكون راح يقوم افتتاح ميناء نقطة الشعاب في مجال مصلحة الجمارك فيما يخص أجهزة التفتيش الآلي. الحمد لله الأمور طيبة، وفرنا جميع أجهزة التفتيش الآلي بما فيها حتى السيارة التفتيش الآلي اللي تفتش سيارات المسافرين والمشغلين على أجهزة التفتيش الآلي، والأمور الحمد لله إن شاء الله يعني.